في أول أسبوع توليت فيه لقيت استغاثة من مجموعة من المصريين بيقولوا إن صديقهم أحمد بيموت، ويا وزيرة الهجرة لازم تلحقينا، أحمد بيموت ولازم تلحقيه. أحمد جاله تايفويد في إحدى المدن النائية في موزمبيق، ولما جاله تايفويد أثر على بعض معدته وبعض الأجهزة وعمل قرح، فدخل اتعمل له عمليات. ما تعملوش بقى عملية واحدة، اتعمل له 6 عمليات، والست عمليات فشلوا فشل ذريع، وما فيش أي نوع من أنواع التحكم في لا المرض ولا المشاكل ولا القرح. والشاب بقى عنده 26 سنة حبيبي، يعني حاجة صغير جدا، وعايش على محاليل، وهم فقدوا الأمل في إن هم ينجحوا في إن هم يعالجوه في هذه المستشفى الصغيرة اللي في حتة مش معروفة. وقرروا إن هم يخرجوه من العناية المركزة، لأن هو قالوا له أنت هتموت في خلال 10 أيام، فما فيش أي داعي إنك أنت تشغل سرير في العناية المركزة، خليها الناس يعني نقدر نحنا ننقذها، إنما أنت مش ما عندناش أدنى إمكانية لإنقاذك، خلاص حالتك خرجت برا السكوب بتاع العلاج يعني. فابتدوا زمايله، ربنا يكرمهم يا رب، ابتدوا يستغيثوا على الانترنت ويعملوا فيديوهات والحقونا واحمد بيموت ولازم احمد يرجع مصر. فده كان في اول اسبوع. واحمد في موزمبيق، فيعني من الجاليه في موزمبيق، والجاليه في موزمبيق مش جاليه كبيره، وما فيهمش ناس يعني، بقى فيهم ناس كويسين طبعا، بس ما فيهمش ناس كتير تقدر توصل له، في لان هو بعيد 2000 ميل عن العاصمة، يعني حاجة مهولة يعني. فنحاول بقى ندور كمية السيناريوهات بقى اللي عملناها علشان نحاول ننقذ أحمد من الحالة اللي هو فيها ومن المكان اللي هو فيه. سيناريوهات ضخمة جدا جدا يعني أكيد. يعني ابتدينا نشوف أساسا إيه الشركات الطيران اللي تقدر إنها تنقله، وبعدين شركات الطيران قالت لك انا مستحيل ان انا انقله، ده هيموت على الطياره، على الطياره، لان هو الولد ضعيف جدا وما فيش اي نوع من انواع العلاج، هو بس مديون له محاليل عشان يفضل عايش، ما بياكلش حاجه طبعا، معدته مفتوحه وحاجات كده. فالعمليه كانت صعبه جدا، شركات الطيران رافضه ان هي تخليه يطير، هو ما فيش اي نوع من انواع العلاج بياخده، خلاص بقى اضعف من ان هو، وكمان دي هايدريتد بقى، عنده جفاف يعني الولد يعني ايه منتهي، حاله صعبه خالص. فابتدينا نجيبه على التليفون، اجيبه على التليفون طبعا يقطع قلبك بقى، اللي ارجوك ما تسيبينيش وحاجات كده، اللي هو يعني لو ابنك يعني طبعا. يعني طبعا يعني حاجه برضو الواحد بيتخيل نفسه مكان والديه، يعني ربنا يشفيه يعني. المهم هو بقى احسن يعني، انا بس علشان يعني انا بحاول ان انا اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي يعني طبعا قدرنا ان احنا ننقذه، نقلناه من 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 الحته اللي هو فيها في موزمبيق على كينيا. في بعد السيناريو العاشر لقينا اوريدي ان احنا الحقيقة اللي ساعدنا فيه جامد جدا في هو الأسقف المصري في كينيا، لأن أشهر واحدة من أشهر المستشفيات اللي موجودة على مستوى إفريقيا موجودة في كينيا، اسمها المستشفى القبطي المصري، وهذه المستشفى فيها دكاترة فاخرين، وهم كانوا مستعدين إن هم يجي لهم بس كينيا وهم يستنوا تحت الطيارة ياخدوه ويعالجوه ويتصرفوا كده ويزبطوا الدنيا. فطبعا يعني قدرنا طبعا بعد يعني شوط رهيب ان احنا ننقله بطياره اسعاف خاصه من موزمبيق لكينيا، ومن كينيا اتعالج لمده اسبوع البرشيه بتاعتنا بالظبط كده، اتعالج لمده اسبوع بحيث ان هو يقدر ان هو يطير بقى الرحله لحد ما يجي مصر، وطار فعلا على مصر للطيران من كينيا الى القاهره. وكانت المستشفى القبطي بعتت معاه دكتور من عندهم على حسابهم علشان يتولاه في الرحله دي، ما يجرالوش اي حاجه، اي مضاعفات، لان طبعا رحله طويله على حد حالته. ودلوقتي هو موجود في احدى المستشفيات المصريه المحترمه جدا التابعه للحكومه المصريه،
ووزارة الصحة كانت برضو مستقبلة تحت تحت الطيارة. هيئة الإسعاف كانت بعتت له عربية إسعاف وخدته وطلعنا بيه على المستشفى. رحت أنا زورته الأسبوع اللي فات. فإحنا مش بس احنا مهتمين بأي بني آدم. دي قصة وحقيقي أنا بتكلم بجد مش هزار. دي تتحول لفيلم. يعني احنا شفنا أفلام أمريكاني ضرب من دروب الخيال. يعني إزاي الحكومة عايزة تنقذ طفلة في كندا ولا في أمريكا أو شاب أو فده عندنا احنا في مصر ده حدث. يعني احنا ما كناش نتصور انه ده هيجرى. هو حدث. بس انا دايما يعني انا والحقيقة فريق العمل كله بتاع وزارة الهجرة احنا بنحط نفسنا مكان الناس. يعني انا برضو متخيلة لو انا لوحدي في مكان هبقى عايزة حد يساعدني وانا مش عارفة. وبعدين من الناحية التانية مصر دولة كبيرة. مصر دولة عظيمة طبعا.